بعد شهرين فقط من الشروع الفعلي في الاستغلال التجاري للقمر الصناعي الكومسات واحد، الجزائر تستعد لإطلاق ثاني قمر صناعي الكومسات اثنان، وهذه المرة بخبرة جزائرية كلية. الكومسات ادون دولي دو 15 ans mais il n'est pas exclu que dans les années à venir on prévoit الكومسات 2 d'abord pour que nos ingénieurs progressivement apprennent à réaliser un satellite de télécommunication parce que c'est beaucoup plus complexe qu'un satellite d'observation de la Terre. Mais il y a l'ambition de réaliser Alcomsat 2 par des jeunes Algériens. Nous avons commencé le programme télémédecine, télééducation et on va faire un point de situation pour savoir si les besoins nationaux sont couverts, s'ils ne sont pas couverts, s'il y a d'autres besoins pour prévoir un satellite d'appoint. التطلع الجزائري لإطلاق تجربة جديدة في عالم الفضاء يأتي بعد النجاح المحقق خلال مدة قصيرة من الاستغلال التجاري لألكومسات واحد، ما يمكن الجزائر من توفير 100 مليون دولار كفاتورة سنوية تدفعها الجزائر مقابل خدمات الفضاء الدولية. الجزائر راهي تخلص فاتورتها 50 مليون دولار، وهذه 50 مليون دولار بالإمكانيات الحالية، وهذه الفاتورة في خلال السنوات المقبلة كل ما كانش كاين الكومسات أن كان ترتفع لمئة ألف مئة مليون دولار. إطلاق القمر الصناعي الكومسات اثنان سيعزز من مكانة الجزائر في الفضاء الرقمي والمعلوماتي، إلا أن نجاح التجربة الأولى لا تزال مرتبطة بإقناع القنوات التلفزيونية الخاصة للبث عبره وتدويل نشاطاته في دول الجوار الإفريقي.